على موجات صوت العرب من القاهرة، حمدي الكنيسي يروي. حواديت على هامش النصر. إلى جانب آلاف الحلقات من برنامجي صوت المعركة الذي كان يذاع في شبكة البرنامج العام، وبرنامجي يوميات مراسل حربي الذي كان يذاع بشبكة صوت العرب، وفقني الله إلى تأليف 3 كتب عن حربنا المجيدة. الكتاب الأول باسم اليوم السابع، ثم يوميات مذيع في جبهة القتال. أما لماذا اليوم السابع؟ فأنا أردت بصراحة أن أرد على ما تقوله إسرائيل عن النكسة بأنها حرب الأيام الستة، وكأنها لا تعلم أن بعد 6 أيام سيأتي اليوم السابع وما بعده، لتكون المفاجأة التي تصدمها وتكشف حقيقتها تماما. أما الكتاب الثاني فهو الطوفان، وقد اخترت اسمه الطوفان مما قاله شاعر إسرائيلي عن الحرب عندما كتب قصيدة يقول فيها: الطوفان يجرف البيت من أساسه، وجنودنا تبتلعهم مياه البحر المصري الهادر. وأضفت بعد ذلك كتابي الحرب طريق السلام الذي فاز بجائزة أفضل دراسة استراتيجية عن الحرب. المهم، ابتداء من اليوم سأنقل حكايات ومواقف مباشرة من كتابي اليوم السابع، يوميات مذيع في جبهة القتال. حكايات ومواقف، لعل البداية تكون من خلال النظرة إلى ما كان قد بشر قبل الحرب مباشرة، بالتحديد في يوم 5 أكتوبر 73. وعلى فكرة، وكما قلت، أنا لم يكن طرفا أن يعود المرء إلى قراءة إحدى الصحف التي صدرت يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر. ليس ذلك من باب الطرف في شيء، لأن ما حملته الصحف في ذلك اليوم الذي عبرنا فيه إلى 6 أكتوبر يمكن النظر إليه من زاويتين: الأولى الإحساس لدى الكثيرين بأن الغد لا يحمل ما يختلف كثيرا عن اليوم أو الأمس، وحيث أن هذا الإحساس شمل إسرائيل مثلما ساد بين الكثيرين في العالم كله بما فيها عالمنا العربي، فإننا هنا نضع أيدينا على عنصر بالغ الأهمية من عناصر انتصارنا الأكتوبري المجيد، وهو السرية والتمويه وخطة الخداع التي لا مثيل لها. الزاوية الثانية هي تقلص دائرة التأثير الصهيوني على دول العالم كنتيجة منطقية للمعركة السياسية الذكية التي قادتها مصر طوال الشهور الأخيرة، مما أوصل إسرائيل إلى نوع من العزلة الدولية، لأنها ترفض كل محاولات السلام التي تطلقها مصر. أتوقف سريعا أمام بعض ما حملته صحف يوم 5 أكتوبر، منها مثلا الحشد العسكري الإسرائيلي على الخطوط المصرية والسورية يتزايد بشكل خطير. خبر تاني: مسؤول سوري يقول إن العدو الإسرائيلي على وشك القيام بمغامرة عسكرية ضد الدول العربية. وخبر تاني يقول: تصريح لديفيد إليعازر يقول فيه إنه ينبغي على الدول العربية التي تحشد قوتها على خطوط وقف إطلاق النار أن تعرف أن لدى إسرائيل أيدي طويلة تستطيع الوصول إلى أعماق هذه الدول، وبالتالي توجه لها الضربات التي لن تتحملها. وخبر تاني في صحف يوم 5 أكتوبر 73 يقول: خطاب سياسي سوف يلقيه السادات في الدورة الجديدة لمجلس الشعب بعد 12 يوما، يعني بعد ما تكون الحرب قامت فعلا، إنما ده كان جزء من خطة الخداع والتمويه. دي نظرة سريعة إلى ما حملته الصحف يوم الجمعة 5 أكتوبر 73. وبعدها أنتقل معكم إلى مواقف وحكايات أخرى من خلال كتابي يوميات مذيع في جبهة القتال.
وغدا يتجدد اللقاء مع حمدي الكنيسي في حواديت على هامش النصر. تخرجها سعدية حسين.